الناس باش ما نقدرش هذه الجلسه. انا خصني نشد الطريق لان باش نمشي في التران الناس الكوطا باش نداز كاش في غنجي في التران في الصباح غنوصل حتى هاد 6 ولا 7 جايه بالطوموبيل باقا ما ناساش مع 6 خرجت 6 ونسخن هذا تسجل عليكم لان هذه كلشي ديالنا كاين هاد الاسكاسيون ديالنا النهار اللي عندهم شباب الازمه ما يلقاناش وعندهم مشكل ما يلقاناش ما كاينش شي صوت باش على تكون واحد المساهمه في هذه الخساره لان اصحاب المحلات ما عندهم حتى شي دخل. المسؤوليه خصنا نعرفوا شكون اللي دار شكون اللي كيتحمل المسؤوليه هو اللي يتحمل المسؤوليه لا ماديا ولا الضرر ولا هذه. دابا شوف هي مسؤوليه لا لانه راه تمام باش تلقى المسؤوليه ولكن جميع الاحوال هذا عندها واحد الكارثه خصنا نعالجوها خصنا نعالجوها لان انا سمعت من الناس راه عندهم مشكل الناس عندهم مشكلات كاد مزكرين شاف بسرعه مشات هاد الشيء راه شوف لان هاد الشركه كانوا وقع في 2014 في السوق قلتها انا في واحد المقال في ذاك الوقت هو ناضوا حتى وطات الفجعه قلت لهم هكذا قلت لهم صلحوا الضوء صلحوا الضوء مقال هو مقال بالاسم ديالي بالعلم واحد الجريده ديالي حاول قلت لهم شوف راه من الاسباب اللي ممكن تخلق لينا الكوارث هما الضوء اعاده الاصلاح ديال الضوء ثم كذلك كاين امور اخرى راه كيجي واحد تحت السلعه ديالو تيدير الكاب تيبيع فوضويا وامور لابد غيدخل في هذا يعني هذا المشكل ماشي خصو يتعالج غير دابا خصو يتعالج يعني دائما وهذا هو الدور ديالكم هذا هو الدور ديالكم قلنا قلت له راه شي مرات كيفاش بدا مشكل ما كنقولش ما كنقولش ما لم تعلمه المواعظ ادرت والحوادث دابا شي مرات كنشوف ودرت لان الله سبحانه وتعالى شي مرات كيدير لنا واحد المشكل واحد النار ولا شي كارثه ولكن كيكون ميساج لا لينا ولا لهم باش باش ان شاء الله تكون واحد الانطلاقه جديده لهذا السوق تمام وانا تلاقينا انا والسيد النائب درنا اتفاق انه غادي نجلسوا وغادي نتعاونوا لانه حنايا دابا كولاد الناظور ما كنمثلوش الاحزاب كنمثلوا ساكنه الناظور في حاجه اليكم كلكم واتفقنا باش غادي يكون لنا اجتماع باش واخا هي المعارضه واخا المعارضه دابا اللي تيدوز الانتخابات كيبقى ضروري توفير الجهود هذا هو اللي خاص واحد النهار حنا دابا كاين كاميرا تباركه باش نديرو شوف شوف كلهم عندهم لوبيات ديالهم جميع الاقاليم عندهم لوبيات تكونوا البرلمانيين واخا منا ومنا حنا خص يكون عندنا لوبيات ديالنا من البرلمانيين ديالنا سواء في المعارضه ولا الاغلبيه ما تيهمش لان المعارضه الحكومه هي القوه هي افكار هي اقتراحات جديده هي نمشيو لقدام اللي كيهمنا وخاصه حنا اللي جينا دابا لاول مره خصنا نحقوا الساكنه نعطيوهم انه راه باقا كاينه الثقه وكاينين الناس اللي غادي يدافعوا يعني بغينا نعطيو واحد الصوره مشرفه للاقليم وهاد الشباب وحنا اللي طلعنا جداد خصنا ضروري ندير واحد البسمه ديالنا ضروري تستاهلوا تستاهلوا الخير الله يعطينا ونكونوا على قسم ديال هاد الناس كاملين ان شاء الله المنطقه الشرقيه للاسف الشديد كنت كنتمنى نجي للمركب وانا فرحانه يعني تكون واحد يكون مشكل يكون فرح ولكن للاسف الشديد هذه الكارثه اللي حلت بالمحل التجاري اللي كنفتخروا به انه كيتواجد عندنا في الاقليم انا البار معكم فريده الخينيتي النائبه البرلمانيه ديال المنطقه الشرقيه باقليم الناظور التواجد ديالي حاليا هذا النهار للاسف الشديد باش ندعم الاخوان اصحاب المحلات ديال المركب التجاري اللي حلت به هذه الكارثه انا كنت في الرباط لان اليوم معروف نهار الاثنين كيكون عندنا الجلسه في المجلس النواب واللي مشيت للرباط نهار السبت يعني البارح اللي ارتحيت ب
بالليل اتصلوا بي الاخوان من ناطور قالوا لي كاينه واحد الفاجعه، المركب التجاري راه كيتحرق يحترق. حاولت ندير جميع يعني الامكانيات باش نجي بالليل باش نلتحق بالليل، ولكن للاسف الشديد ما لقيتش يعني في التران ما لقيتش البي باش غادي نجي. اتصلت بالرافق بالرئيس ديال الفريق ديالنا ديال الحزب مع 11 ونص ديال الليل، وطلبت منه انه يدير لي واحد الملتمس لمجلس النواب لعدم الحضور ديالي باش نلتحق. وبالمناسبه حتى هو كيقدم يعني الاسف ديالو لهذه الكارثه، والحزب تقدم الاشتراكيه اللي هما عاود دعموني اني نجي اللي كيقدموا الاسف ديالهم، وهما كحزب على استعداد انهم يدعموا الاخوان اللي تضروا ديال بالمركب الثقافي بالمركب للمركب التجاري. انا مع 6 ونص يعني مع 5 مع 6 ديال الليل شديت الطريق وجيت بالسياره ديالي، والحمد لله اني وصلت. هذه هي لقيتها يلاه نص ساعه ملي وصلت باش نكون بجنب هاد الاخوان. حنا انا كنائبه برلمانيه يعني ماشي الدور ديالنا انه في الانتخابات هما اللي ندقوا الابواب وفي الانتخابات اللي نجيو نقدموا رسالنا. النائب البرلماني السياسي اللي باغي يخدم بروح وطنيه واللي باغي يخدم مدينته واللي باغي يخدم السكان ديالهم وباغي يخدم المجتمع المدني بصفه عامه، هي هذه اللحظه اللي كخصنا نتواجدوا فيها باش نقدموا الدعم ديالنا للاخوان، باش نبرهنوا لهم اننا حنا كبرلمانيين ما جيناش باش ناخذوا اسم برلماني، وانما جينا باش نقدموا لهم الدعم وباش نكونوا بجنبهم وباش ندافعوا على الحقوق ديالهم. انا لحد الساعه يلا وصلت، بقى ما عرفتش المشكل يعني باقيين بعض الاخوان اللي عطاوني بعض النقاط، ولكن انا كنستنى التقرير النهائي اللي غادي يكون، ومن على هذاك التقرير انا غادي ناخذ الاجراءات ديالي بالاسم ديالي، والحزب حتى هو غادي يقوم بالاجراءات ديالو القانونيه للدعم ديال هاد الاخوان. واللي غادي تعرف الاسباب راه حنا غادي نحملوا المسؤوليه اللي كان من الاسباب لهذا الحريق. وللاسف الشديد حنا بالاقليم الناظور عندنا واحد المشكل، كل مره كتكون فاجعه في المركبات التجاريه. كان ولاد ميمون اللي كان يستفدوا به ماشي غير الساكنه الناظور وانما الساكنه والناس، يعني كاين الناس على الصعيد الوطني اللي كانت عندهم تجاره اللي كيستافد اللي كانوا كيجيو من هنا يعني كيديو السلعه للمدن اخرى. للاسف كانت خساره كبيره. دابا عاوتاني في 2016 ولا 2014 كانت كارثه اخرى في هذا السوق المركب. دابا للاسف الشديد نفس المشكل كيتكرر. اذا حنا بالدور ديالنا ما خصناش نعالجوا هذا المشكل يعني غير في هذه المده، وانما خصنا نعالجوا المشكل دائما، يعني هذا المشكل ما خصوش يتكرر. واللي كيتحملوا المسؤوليه هما اللي كانوا السبب، اللي باقي حنا ما عرفناش، ما نقدرش نقول انا شنو السبب. خص تكون عندي مسائل اللي هي مثبوته بدلائل ومسائل قانونيه، خصنا ملي ندافعوا حنا ندافعوا بمسطره قانونيه. وباسمي انا كبرلمانيه اللي كنمثل انا برلمانيه اللي كنمثل اقليم الناظور وكنمثل حزب التقدم والاشتراكي، باسمي انا فريده خينيتي كبرلمانيه اللي كتمثل المنطقه الشرقيه وخاصه اقليم الناظور، وباسم حزب التقدم والاشتراكيه والسيد الامين العام ولا العضو السياسي اللي كي هو المنسق الجهوي اتصلوا بيا وانا في الطريق، قالوا لي انهم غادي نقدموا الدعم الكامل للمتضررين بالمركب التجاري، وانهم غادي يكونوا وراءكم وغادي يدافعوا عليهم قانونيا بمسطره قانونيه ويحملوا المسؤوليه اللي كان السبب في هذه الكارثه اللي كنتمنوا انها ما تحققش يعني ما تكررش مره اخرى. وبالمناسبه الحمد لله كنشكروا حتى السيد العامل التواجد ديالو البارح، وهذا يدل انه عطيت هو واحد الاهتمام للساكنه والمشاكل ديال الساكنه. كنقدموا له جزيل الشكر لانه بالنسبه لينا حتى حنا رحنا متسنا. ودابا انا كنتمنى الشكر الجزيل للسيد نائب البرلماني السي تحتوح اللي حنايا ان شاء الله نديروا اكثر من جهدنا باش ندعموكم، وانا كفريده وكحزب تقدم الاشتراكيه كونوا على اكيد انهم هذا الملف حنا غادي نتبناوه بجميع الطرق، وان شاء الله ان شاء الله ما غيكون غير الخير، وان شاء الله
يعني هذا هو الملف من الملفات اللي غادي نعطيو له الاولويه ان شاء الله باش هذه الكارثه ما تتكررش مره اخرى. وشكرا وكنتاسفوا كنقولوا الحمد لله على السلامه للاخوان اللي المحلات ديالهم ما تضرتش، وكنتاسفوا الاخوان اللي ضروا، وان شاء الله الحمد لله اللي ما كانتش اضرار اللي كانت يعني كانت لقاو اخوان يعني الحد ديال الحياه ديالهم او كانت بالنسبه للحروقات ولا. والحمد لله جات في المسائل الماديه اللي ان شاء الله غادي تعوض، والوعد ديالي انه هذا الملف غادي نعطي له اهميه كبرى حتى كل واحد يدي حقه، واللي كان سبب غادي ياخذ يتحمل المسؤوليه. وشكرا جزيلا. كنتاسفوا اللي وقع لهذا السوق ان شاء الله ما يتكررش. الله يجزيكم بارك الله فيك. اجمل جنة ديال السوق هو يقول لكم العبارة. حكومة وزير الداخلية، لأن الأمر جلل بعد إغلاق المعابر الحدودية المتنفس التجاري الوحيد اللي كان في الإقليم هو المركب التجاري. شنو غادي تقولي سيدة النائبة المحترمة؟ أنا البارح بالليل وصلني هذا الخبر، اتصلوا بيا ديال توال، اتصلت بعض الإخوان هنا في السوق، وأنا دابا راه جيت من الرباط. يعني أنا اليوم عندنا جلسة في البرلمان، ولكن أنا من الأولوية أني نكون